هذا ان شاء الله، وانتم تبقون ورد كلكم ورده. حياكم الله، ودكتور ولي سرحان رجع للاصل، وشكرا الى حكومه كردستان اللي خلتنا نجي ويرحبون بينا هنا ونكون في خدمتكم انتم. انا الدكتور ولي سرحان سابقا في السويد، واليوم في اربيل رجعنا لاهلنا. ان شاء الله نخدمهم بالذي هو الله سبحانه وتعالى علمنا في 17 سنة من الغربة وفي خارج هذا البلد من اختصاص القلب والشرايين. لكم الصوت واضح لو مو واضح تسمعون اكتبوا لي بالتعليق. تفضلوا تفضلوا. نعم، اذا مو واضح اكتبوا لي مو واضح، ضروري تسمعون. حياكم الله اخواني، الغربة ما تفيد، حرق القرآن ما نرضى به. هواي ناس سألوني دكتور ما عندك رد فعل على حرق القرآن؟ هذا رد الفعل ما دكتور ولي سرحان، ما حكينا ولا كلمة، بس الرد الفعل هذا. المن يعرف يعرف، صحيح اللي سويناه لو مو صحيح اكتب لي. الصحيح انه يرجع الانسان الاصلة، وادعو كل طبيب موجود في الغربة يرجع الاصلة، يرجع الاصلة ويخدم اهله، وان شاء الله نخدمهم بما افضل حال. حياكم الله اخواني، هذا الشارع اسمه هسه اذا تسالون، وبالعنوان كتبت لكم اياه في هذا الفيلم باختياري، هذا شارع سايدين. زين، سايدين الشارع تدخل به تلقى الصوت واضح، كتبوا جيد جدا كلكم ورده. طبعا خلي اشوفكم القلب، يعني خليته لكم، مو قلب واحد، ثلاثه قلب احمر. شوف هالقطعه هذه فوق فوق، اصعد. زين، هذا القلب احمر تشوفه من الشارع، من تجي بالشارع هذا باختياري. زين، المربع الذهبي يمكن يسمونه هنا باختياري اسمه. تشوف اكو ماركت هناك اسمه ماجستيك، ذاك ماجستيك يصير قبال العياده، والصيدليه اللي موجوده. طبعا انا شكر جزيل للاخوه الاطباء دكتور مصطفى خليل حميد وخواتنا الطبيبات الموجودات هنا اللي ساعدونا على ان نكون جنب لهم هنا في هذا المكان. طبعا الاثنين ان شاء الله الساعة 2 يكون اول مريض ان شاء الله نستقبله ونخدمه هنا. الرقم مال التليفون اخواني موجود يمكم هسه في التعليق، وانزلكم اياه بالصفحة. المريض ان شاء الله يرجع شفاء، وادعوا له بالشفاء، ان الله هو الشافي، نساعد على الشفاء ان شاء الله. ارجع لهنا، ما نسد الطريق احنا، نشافي المريض بالدعاء. اكتبوا لي الله يشفي كل مريض ان شاء الله، وما تحتاجون الا لكن اني ان شاء الله اخواني ناوي انه كل ما علمني الله سبحانه وتعالى من علم انقله الى هذه البلاد، ودوره سلامه قلبك ان شاء الله من فوق هنا تبدي باذن الله. نسوي مواقع لتدريب الناس على تاهيلها، تخلص من الكرش والتدخين والكوليسترول بالغذاء الصحي الصحيح والرياضة إن شاء الله، وإنتم تبقون وردة. وريدكم مو بس أنت، كل واحد يخلي لي القلب أحمر ويسوي شير لصديقة، لأن إحنا في برنامج إن شاء الله ما أقول طب بديل أو لا لا، إن شاء الله الطب الصحيح اللي يفيد الناس، نفيدهم ونرجع الصحة مثل خصوصا. يعني هذا طبعا إحنا بأيام قبل الطبيب يقول قوم 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 كل شيء ما بيك، روح تزوج ثانية. لا، احنا ما نقول تزوج ثانية، نقول قلبك احمر. كلكم وردة وسلام لاهلي، واكتب لي شنو وردة، روح يلا سده كافي.